اسمي يوسف احمد عبد الرحيم. هاي البداية من بيت عبد الرحيم احنا، بس بالوراء الكواشين والوراء التاني احنا اسم الوالد احمد عبد الرحيم الجمال من السمرية قضاء عكا. مواليدك يا حاج؟ مواليدي 1942. العمر كله ان شاء الله. الله يخليك. حاج شو بتخبرنا على السمرية؟ شو بتحكي لنا على السمرية؟ شو بتتذكر منها؟ والله السمرية ارض ساحلية وفيها سهول حلوة وفيها بيارات وفيها بساتين ويعني فيها مزارع واغنام وقر، وبتعرف ايه فلاحين احنا، بعيدة عن عكا تقريبا شيء بسيط، انشأ شيء 10 كيلو. تتذكر يا حاج بيتكم اللي طلعتوا منه؟ بتذكر. شو بتحكي جدك شو بتذكر منه؟ بتذكر منه فيه تقريبا لاني كان عمري صغير بهذاك الوقت، يعني على قد ما بقدر اتذكر، يعني في 3 درجات اول شيء، بعدين في مصب كبير مصبي، ومن بعد المصبي البيت تبعنا بنفوت عليه، ومحل هون في طرش بقر ومعزه وكل شيء، يعني لانه الوالد بقى عند جدي بقى جمال، بقى عنده جمال، يعني باي بيته جمال بهاي المنطقة وإحنا ننام هون يعني جنب واحد. حاج بدي أسألك، مين مختار السمرية كان بهذاك الوقت إذا بتذكر اسمه؟ المختار بهذاك الوقت المخاطير هن 2 بقوا، لأنه البلد مقسومة 2 لتحت الطريق وفوقي الطريق، هذا اللي أنا بعرفه. بقى بهذاك الوقت حسين يوسف، والمختار الثاني من بيت الامين. الاحداث اللي صارت خلتكم تطلعوا من سمرية، شو اللي صار بالضبط؟ شو بتتذكر بالله يا حاج؟ بتذكر واس كثير كذا بهذاك الوقت، على قد الذكرى اللي انا عرفها، ما حسيت الا غير امي وابوي بهذاك الوقت، يلا بدنا نرحل، في جيش يهود قاعدين يضربوا الناس ويقتلوا على شمال ويمين، الأوفق إنا نطلع على أي بلد قريب علينا بهذاك الوقت. والله أنا الوقت يعني هذاك صغير، وبيت ماشي وراء إمي وأبوي، معنا دابة وبقرات، حطينا الفرش وطلعنا. طلعنا أول بلد وصلنا عليها عمقة، من بعد عمقة وصلنا على جد، نبنا نهار ليلة، وصلنا المغرب. وفي يعني إسرائيلية يهود قاعدين يقوصوا بعد الحرب أولها، على البداية في ثوار بقى بهذاك الوقت، ثوار بقى يقاتلوا، والذخيرة تبعتهم خفيفة، ما مثل يعني معدات قوية وشي، مرتيني أو جفت أو شي، يعني ما سلاح قوي. نبنا بجد بهذاك الوقت، متذكر أنا نبنى البيت أول شيء بجنب البرو اللي عدنا، من بعد تعشينا بيض، اشترينا أبوي بيض مسلوق بهذاك الوقت، بقى عندنا بهاي البلد ذكرى إنه للبيض، هذا اللي بنذكره، لونه أصفر وأحمر وأخضر. والله تعشينا وإشي، إجوا ناس تانيين قالوا لنا أنتم قاعدين هون ما بسوا، لازم تروحوا على بيت وتنام. رحنا مع الوالد ونمنا هذيك الليلة. صار في شيء قصف طيران على البلد، على السمرية؟ صار في قصف طيران، قصف مدفعية مثلا؟ صار في رصاص كتير، طيارات عالية بقى، علو عالي. كان في ثوار بالبلد عندكم؟ بقى. كان يقاوموا بالبلد ولا خارج البلد؟ يقاوموا بشدة داخل البلد؟ داخل البلد وخارج البلد، بس إقلال الحجم قليل، بس هدوخي أكثر، يعني معاهم معدات أكثر. سمعت إنه مين كان قائد الثورة عندكم، الثوار عندكم بالبلد، يعني حكى قدامك أو بتتذكر اسم حدا من اللي كانوا يقودوا الشباب اللي كانوا يقاتلوا اليهود؟ أنا عارف إنه في بقى مثل قائد كبير عبد القادر الحسين، هذا قائد منطقة وعدة مناطق، هو كان يدير المسلحين. طب بدي أسألك حج، أنت الآن عايش في لبنان؟
إذا الآن عرض عليك التوطين والتعويض عن أرضك وعن بلدك اللي عشت فيها ولدت فيها، تقبل يا ترى بالتعويض والتوطين؟ أنا ما بقبل. إيش يقولوا لي بهذاك الوقت؟ بهذا الوقت يقولوا لي روح بالبرتين وما بدي شيء من لبنان، لا بيت ولا أي، والألف ما بدي، بروح مش أنا وولادي، لأن الوطن غالي. بتوصي أولادك حاج إنه يقبل بالتوطين والتعويض ولا لا؟ لا لا، وصيب ما بدنا تعويض ولا توطين ولا بدنا شيء إلا غير بس نروح للوطن لأرزاق. طب حاج شو أمنيتك عندك؟ شو في لك أمنية أنت بهالحياة؟ شو أمنيتك أنت؟ أمنيتي إن أنا أعيش بسلام وأنا وولادي بأمان ومثل بقية هالخلق.